شكرا ليك محمد سعيد، تحياتي ليك. وهنا من نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة النهاردة، كانت منافسات قوية جدا، ومصر يعني يمكن حصدت العديد من الميداليات واستحوذت على المركز الأول في العديد من البطولات. وطبعا معانا دلوقتي وأثناء ما احنا موجودين دلوقتي وأثناء التتويج معانا لاعبات النادي الأهلي ومنتخب مصر اللي حققوا المركز الثاني. ماشي معانا اللاعبة مروة هشام ومريم هشام. يعني في البداية بنرحب بيكم، وطبعا يعني شفتوا التتويج ده ازاي والبطولة استعدتوا لها ازاي من البداية؟ هو الأول البطولة كنا مستعدينها ان انا كنت في الجزائر بطولة الأولمبيات الأفريقية، الحمد لله خدت المركز الأول، فكنت جاية هنا متحمسة للبطولة وكنت عايزة أدي أحسن من كده. كان توقعاتي ان انا اخد المركز الاول وناخد اول في الدبل كالعاده الحمد لله، بس يعني ما كانتش دي متوقعاتنا، بس ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. يعني النهارده المباراه كنا شايفينها يعني في تقارب من بينك وبين اللاعبه، يعني شفت ازاي المباراه واستعدت لها ازاي وكنت متقدمه وبعدين تراجعتي؟ يعني هو صراحة أنا ما كنتش متوقعة أن يبقى الفرق في السكور قريب كده، لأن طبيعي أن احنا كنا بنكسب فرق كبير، يعني أبقى أنا كسبانة وليدنج في الماتش، بس ده دليل على أن هي متحسنة ودليل على أن أنا برضو ما كانش التركيز 100%، بس إن شاء الله المرة الجاية يعني أقدر ألعب على أخطائي اللي أنا غلطت فيها المرة دي، وإن شاء الله تبقى أحسن المرة الجاية. يعني مروة برضو قولي لنا المركز الثاني، طبعا دايما احنا عارفين أن كل لاعب بيبقى طموحاته ان هو يلعب على المركز الاول، بالنسبه لك المركز الثاني النهارده هل هيبقى ليكي دفعه ان انت تحققي المركز الاول في كل البطولات الفتره المقبله ولا لا؟ اكيد المركز الثاني ده يعني حاجه عشان اتعلم من خطأي، عشان مفيش حد بيكسب على طول، فلازم نبقى برده بناخد اول وفي المركز الثاني اتعلم من الخطا اللي انا غلطته واتعلم عليه يعني احسنه، وان شاء الله المره الجايه اخد اول ان شاء الله. يعني بقى بالنسبه للبطوله العربيه، هل هي هتكون دافع ليكي كبير للمنافسة على البطولات مع النادي الأهلي الفترة القادمة بما انك انت لاعبة في النادي الأهلي؟ اكيد طبعا، اكيد دي بطولة بالنسبة لي مهمة، والنادي الأهلي نادي كبير، وانا يعني بتشرف ان العب في اسم النادي الأهلي، ان شاء الله المرة الجاية نجيب لهم المركز الأول. يعني بقى اخيرا كده طموحاتك الفترة المقبلة؟ عندي أولمبيات الشباب ان شاء الله. يعني بقى نجمتنا الثانيه وهي صاحبه المركز الثاني، اهلا بحضرتك. يعني حققتي برضو المركز الثاني، شايفه المركز الثاني بالنسبه لك ايه في بطوله مهمه زي دي؟ هو احنا بس استعدادنا ما كانش زي استعداد زي بطوله عرب قبل كده، لان احنا كان كمان السنه دي ثانويه عامه، فكان استعدادنا قليل قوي لبطوله العرب، بس هو الحمد لله. طبعا على كل حال هو احنا كنا متوقعين اول زي بطوله العرب اللي فاتت، بس هو توفيق ربنا. و انا شايفه ان انت تحققي مركز تاني ويكون اللي بتلعب معاكي زوجتي هي اختك، شايفاه ازاي؟ هو احساس يمكن اتعودنا عليه عشان احنا بقالنا كتير من ساعه ما دخلنا المنتخب بنلعب بزوجي مع بعض، فبتبقى راحه نفسيه طبعا، بس توتر شويه علشان احنا الاثنين عايزين نكسب بعض، بس الحمد لله انها جايه معايا. أسألك نفس السؤال اللي سألته للمروة، طموحاتك بقى الفترة المقبلة سواء مع المنتخب أو مع النادي الأهلي؟ هو إحنا إن شاء الله مسافرين معسكر، فإحنا بنحاول نجهز ويبقى مستوانا أعلى علشان لما نيجي هنا يبقى البطولات بالنسبة لنا حاجة سهلة إن إحنا نكسبها، وعشان السنة الجاية إن شاء الله سيدات، فعايزين إن إحنا نخش من جوه من بدري. بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق دايما كده يا رب. شكرا. عودة ليك زميلي محمد سعيد ومزيد طبعا من اللقاءات في خلال الفترة القادمة. شكرا ليك يا زميلي أحمد رشاد وتغطية